شهد الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه البيان العملي لاعداد وتجهيز وتدريب مركز القياده والسيطره لاحدى وحدات المنطقه المركزيه العسكريه. ياتي ذلك في اطار خطه التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحه. شهد الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه. البيان العملي لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب فهمي عبد الرؤوف هيكل قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد فيها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم والمستمر للمنطقة المركزية العسكرية لتظل على أعلى درجات الاستعداد القتالي عقب ذلك تنفيذ إجراءات البيان العملي من خلال عرض ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ، وكذلك تنفيذ عدد من المراحل التدريبية المختلفة، وفي نهاية البيان. نقل الفريق اسامه عسكر تحيات وتقدير الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي لكافه العناصر المشاركه بالبيان مشيدا بقدرتهم على اتخاذ القرار السليم نظرا للتخطيط الراقي ومدى الاستفاده من استراتيجيات العلوم العسكريه المتطوره ومثنيا على المستوى المتميز والاحترافي لكافه هيئات القياده بمختلف مراحل البيان كما ناقش عددا من القاده المشاركين بالبيان في المهام والواجبات المكلفين بها حضر البيان عدد من قاده القوات المسلحه وعدد من دارس الكليات والمعاهد العسكريه